طيب معنا من بيروت الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح، أهلا بك معنا في التاسعة. بداية، هل الفساد في لبنان فساد يجزأ أم أنه فساد واحد؟ يعني هذه الأزمة لماذا تختزل من البعض على أنها أزمة اقتصادية لا أزمة سياسية تسببت بهذه التبعات الاقتصادية؟ مساء الخير. هي ليست أزمة اقتصادية، هذه نهاية نظام المحاصصة ونظام نظام الفساد الذي بدأ منذ قرون. لا إمكانية لهذا النظام أن ينجو من غضب الشارع ورأي هؤلاء اللبنانيون الذي يبعثون برسالة واضحة إلى كل الطبقة السياسية بدون أي استثناء، إلى حسن نصر الله الذي هددهم في الأمس وقال لهم لا مجال لإسقاط هذا العقد، وإلى كافة اللبنانيون الذين لا يزالوا مقتنعون بأن ليس هناك من مجال لأي إصلاح اقتصادي بوجود طبقة سياسية لم تعد تنفع وحان أوان عودتها إلى المنزل. دكتور مكرم، يعني كان هناك بالأمس حديث عن اتصالات بين جملات والحريري لتسوية للخروج بلائحة، هذه اللائحة تشمل بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن اللبناني. هل استمرار نزول اللبنانيين في الشارع وتواجدهم اليوم يعني هو بمثابة لا لهذه الورقة أو لهذه اللائحة قبل أن تخرج؟ ليس هناك ورقة، هناك خدعة من قبل الطبقة الحاكمة في محاولة لإقناع الشعب والمتظاهرون بأن هناك نية للإصلاح. ما تقدم به الطبقة الحاكمة يسمى باللغة الإنجليزية wishful thinking، أو هناك أمال للإصلاح. لماذا لم يبدأوا بهذا الإصلاح منذ سنوات؟ هم نفسهم في السلطة منذ الطائف، وهم يسيطرون على الدولة منذ التسوية السياسية مع رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي أتى إلى بعبدة بسلاح حزب الله. ما نراه اليوم هو إفراط باستعمال سلاح حزب الله الذي أودى بالدولة إلى عزلة دولية وعزلة عربية، جعلت من اقتصاده الهش يتآكل وينهار فوق رؤوس المواطنين وفوق رؤوس الساسة. ما حصل في الأسبوع الماضي من أزمة على الدولار وما حصل من حرائق في لبنان أثبتت بأن الدولة غائبة. الذي لن يغيب عن الشارع هو أصوات المواطن الذي يقول كفى، أريد حياة ومستقبل أفضل لأولادي، لن أرضى أن أكون كبش محرقة لأحد، أنا أدين بالولاء لوطني ولعائلتي ولطائفتي، ولكن الوطن والعائلة لا يمكن أن تعيش بالكلام فقط، يجب أن يكون هناك خطة اقتصادية حديثة، ولا يجب عن لبنان أن يتحول إلى بلد يعيش في القرون الوسطى بفضل الفكر الظلامي لبعض الأشخاص وبسبب الممارسات الاقتصادية الظلمية. نعم. التي أودت بنا إلى الخراب. هذه الخطة الاقتصادية التي تتحدث عنها دكتور مكرم، يعني هل من الممكن أن يخرج بها رئيس الوزراء سعد الحريري بعد المهلة التي أعطاها لنفسه ولحكومته ب 72 ساعة؟ يعني باق تقريبا نحو 20 أو أقل من 20 ساعة على هذه المهلة، هل فيما لو خرج بهذه الخطة سيتقبلها الشارع وسيمضي بها أم ماذا برأيك ومن خلال قراءتك للشارع اللبناني اليوم؟ من خلال قراءتي ومن خلال تجوالي في الساحات اليوم وخلال متابعة ماذا يحدث في كافة أنحاء لبنان، ليس علينا النظر فقط إلى ساحات بيروت، إن كل لبنان ينتفض. إذا أراد سعد الحريري أن يطلق رصاصة الرحمة على نفسه وعلى حكومته الساقطة فليخرج إلى العامة بهذا المشروع العاق، فليخرج ويقول لهم بأنني أريد أن أعمل إصلاحات. يقول لنا بأنه يريد أن يكشف السرية المصرفية عن حساباتهم، إن حساباتهم في البنوك السويسرية وليس في لبنان، إن حساباتهم في الشركات الوهمية وفي الصفقات المشبوهة. لن يستطيع أحد ولا حتى الطفل الذي يبلغ عدة سنوات يقبل هذه المهزلة وهذا الاستخفاف بعقول البشر. الإصلاح لا يبدأ بالاقتصاد، يبدأ بالسياسة، وعندما تقوم الدولة بانتزاع القرار من يد حسن نصر الله الذي قال في الأمس أنا هو الرئيس، وهذا شيء مرفوض إن كان اليوم غدا أو في أي ساحة وأي مستقبل. ما السيناريو الذي ينتظره اللبنانيون للخروج بحكومة مستقلة، لا حكومة عسكرية ولا حكومة ترتبط بالمنظومة السياسية الحاكمة الآن، ما البديل؟ سيد العزيز، في لبنان ليس هناك من حكم للعسكر، أن العسكر هم عسكر، فإن أرادوا أن يجتازوا هذا الخط فإن الشعب اللبناني سينتفض عليهم.
وأريد أن أشير بأن هؤلاء المتظاهرون ورائي يتمتعون بحماية العسكر اللبناني الذي أرادت الطبقة السياسية أن تورطه في مواجهة مباشرة مع المتظاهرين، ولكن قائد الجيش والضباط والمؤسسة العسكرية رفضت هذا الموضوع وقالت نحن هنا لنحميكم ولنحمي حقكم بالتظاهر وحرية التعبير عن الرأي. طب ولكن أنوه فقط أنه كانت هناك مطالبات عدة، يعني لمن تابع ما صرخ به وما نادى به الشارع اللبناني خلال الأربع أيام الماضية، كانت هناك مطالبات واضحة بأن يحكم العسكر للخلاص من هذه الطبقة السياسية الموجودة. سؤالي لك، ما البديل اليوم؟ يعني رأينا الشارع يطالب بإسقاط الحكومة الحالية، تشكيل حكومة ثقة مصغرة، ولكن فيما لو تابعنا أيضا المواقف السياسية، خرج أمين عام حسن نصر الله ليقول أنه لا إسقاط للعهد، وتحدث أيضا رئيس لقاء ديمقراطي وليد جنبلاط بأنه الحكومة لن تسقط. هل حكومة تكنوقراطية البديلة، وهل هناك إمكانية لأن تحكم حكومة تكنوقراط اليوم في لبنان؟ ليس هناك من بديل، هناك حل واحد، هناك حكومة من التكنوقراط تأخذ وعد من الطبقة السياسية ويكون الضامن هو الشعب ورائي، ويقول لهم اتركوا هؤلاء الخبراء ليقوموا بإصلاح جذري، فليبدأوا بفرض ضرائب قاسية ولكن ليس على الطبقة الغير ميسورة، فليبدأوا بأصحاب المال وأصحاب التهرب الضريبي، فلنبدأ بإغلاق المعابر الحدودية الغير شرعية الذي يقوم حزب الله ليس فقط بتهريب السلاح بل بتهريب الأموال وتهريب البضائع. أن حكومة التكنوقراط مع خطة مرحلية وخطة طوارئ هي الحل، أن الحكي عن أي حل عسكري أو حكومة عسكرية هو خارج عن الواقع اللبناني، وأعتقد بأن الشعب اللبناني يتكلم عن العسكر بسبب محبتهم للعسكر وقيام العسكر بحمايتهم، ولكن ليس هناك من طرح جدي لأن تقوم المؤسسة العسكرية بفرض نفسها ضمن المعادلة السياسية. حكومة التكنوقراط هو الحل الوحيد، نحن لن نكتشف البارود، نحن نطالب بشيء علمي وشيء دقيق. ما يقدمه سعد الحريري وحكومته عبر الورقة الاقتصادية ليس حلا علميا، هو حل من نسج الخيال. يكفي، لم نعد نعيش في الخيال، نحن أمام واقع، والواقع هو واقع الساحة وواقع الساحات في كل لبنان. نحن نريد أن نقرر مسيرنا بأيدينا وليس مسير يقرره قاسم سليماني أو أي شخص يعتقد بأن الإصلاح يأتي على فوهة بندقية. نعم، اتضحت الصورة، ونتمنى أن يكون يعني وصل الصوت، ونحن نتابع تطورات الشارع اللبناني يوم بيوم. نشكر لك هذه المواكبة معنا من بيروت، كنت ضيفنا الباحث السياسي دكتور مكرم رباح.